تحياتي اخواتي، ربي يسعدكم جميعا. معكم المهندس فراس من بريمن من المانيا. اليوم ان شاء الله راح نحكي لكم عن الفيزا اللي هي طلب السفر بهدف البحث عن عمل لاي شخص حاب يبحث عن عمل بالمانيا. انت فينك تعمل فيزا. اليوم ان شاء الله راح نحكي لكم بهذا الفيديو عن المتطلبات اللي بتطلب السفاره منك لحتى يتم قبولك. خليكم معنا. راح اراكم ان شاء الله اخواتي طلبات كلياتها من السفاره بحيث ما نقص عليكم نهائيا ولا اخطئ نهائيا مشان ما يصير في اي اخطاء لا سمح الله. 1 استماره الطلب، عدد 2 معبأة او موقعه. 2 صوره شمسيه، عدد 2 بيومتريه تظهر صاحبها بوضوح بحجم 35-45 وذات خلفيه بيضاء اللون. 3 جواز سفر صالح مع توقيع حامله اذا كان قد اتم العشر سنوات. الاصلي مع نسختين عن كل صفحات البيانات، أي الصفحات الأربعة الأولى أو الصفحة الأخيرة في حال كان عليها توقيع، وكل الصفحات الأخرى يتضمن تأشيرات أو أختام. 4 يدفع رسم الطلب نقدا بالدولار الأمريكي. طبعا هذا الحكي إخواتي من سفارة بيروت، أنا بحكي لكم هذا الموضوع. طبعا السفارات الأخرى بتقدروا تبعتوا لي وإن شاء الله يا رب بنلاقي لكم هدول الطلبات، بس نفس الطلبات تقريبا. يدفع رسم الطلب بنقدا بالدولار الأمريكي ما يعادل 75 يورو للبالغين. يعني اخواتي انتو اذا حابب تدفع بتدفع بالدولار، ولكن بما يعادل 75 يورو. يعني بتشوف انت قديش بيعادل 75 يورو على الانترنت وبتعطيهم اياها وبتدفع بالدولار. يرجى ابراز هلا المستندات اللي بدي احكي عنها اخواتي لازم تكون مترجم ومترجم محلفه من مترجم محلف. يعني يرجى ابراز مستندات تاليه اصليه حيث يطلب ذلك وبنسختين عنها مع ترجمتها الى الالمانيه من قبل مترجم محلف. الخامس الطلب اللي هو لازم الترجمه، طبعا هذول الطلبات بدي اقولها من هلا هن لازم مع مترجم محلف. 5 سيره ذاتيه مفصله. 6 رساله تحفيزيه واثباتات عن البحث عن وظيفه في المانيا. 7 اثبات عن المؤهلات، وتحتها في بند صوره عن الشهاده الجامعيه وتقديرها بحسب موقع انباين، ما بعرف شو بيقصدوا بهذا الموقع صراحه، فيكم تبحثوا فيه عن طريق الانترنت او سؤال السفاره، الذي يظهر المعادله بين الشهاده في البلد الام والنظام الجامعي الالماني. يجب على الجامعه ان تحظى بمستوى زائد اتش، وعلى الشهاده البكالوريوس في العلوم او الفنون مثلا ان تحظى بمستوى المساوي او الموازيه، او اثبات عن اتمام تعليم مهني، شهاده تقنيه، او اثبات معادله جزئيه او كامله. الرجاء زياره الموقع اللي بدي احط لكم اياه عليه لمعرفه المزيد. في حال كان للوظيفه اطارها التنظيمي الخاص في المانيا كالمجال الطبي مثلا، اذن مزاوله المهنه في المانيا او ضمان بالحصول عليه. يعني اذا كنت اخواتي من الناس الدكاتره او ممرض، بيطلبوا اذن مزاوله المهنه في المانيا او ضمان بالحصول عليه، انه راح يعطوك اياه بالمانيا انت لما تجي لهون للمزاوله المهنه. 8 افاده بالمؤهلات الاضافيه، افادات عمل، شهادات خبره، مهارات لغويه، شو معك مهارات اخواتي لغويه، لغه انجليزيه، لغه المانيه، بتحطها معهم كمان. شهادات خبره، اذا عندك كل ما زادت الخبره زادت الميزات زاد قبولك لهي الفيزا. 9 دليل على القدره على التكفل بكافه المصاريف خلال فتره الاقامه 947 يورو من غير احتساب الضرائب مبدئيا من خلال، في بند تحت تصريح بالكفاله صادر عن احدى دوائر الاجانب في المانيا بحسب المواد 66 الى 68 من قانون الاقامه، يتضمن تحديد هدف الاقامه بحث عن عمل طبعا، واثباتا عن تخطيط المصاريف. لا تقبل السفاره بالتعهدات الموقعه لدى كاتب العدل، او اثبات بديل عن القدره الماديه لكامل مده الاقامه حساب مغلق مثلا. 10 اخواتي اثبات عن مكان سكن في المانيا على طول مده الاقامه. يعني انت وين راح تسكن اخواتي؟ المفروض بدهم مكان سكنك، انت وين راح تسكن بالمانيا؟ تجدر الاشاره الى ان من غير الضروري ابراز تامين سفر عند تقديم الطلب اذا تطلبتها السفاره مقدم طلب عند الحاجه. في تحت بند اخواتي لقد تم اعلامي بوضوح بانني وفقا للماده 82(1) من قانون الاقامه ملزم بتقديم المستندات الناقصه المشار اليها اعلاه باقرب وقت ممكن خلال مده اقصاها 3 شهور. بعد مرور هذه المده من الممكن البت في ملف دون مراعاة أي من أسباب التأخير. يرجى إرسال المستندات الناقصة أو التبليغ أو عن أي تغيير، يعني مقدم الطلب أو قريبه في ألمانيا، على أي من العناوين. راح أحط لكم إن شاء الله العناوين على الفيديو مع ذكر رقم الملف في عنوان الرسالة. يرجى إرسال المستندات الأصلية الناقصة ببريد أو تسليمه إذا نقصت أوراق عندك إخواتي وحاب ترجع تبعتها ببريد أو تسلمها باليد في ظرف يكتب عليه رقم الملف تبعيتك مرفقا بنسخة عن إيصال تقديم الطلب إلى مركز المساعدة العائلية التابع لمنظمة
الهجرة الدولية IOM على العنوان التالي، رح أحط لكم العنوان بالفيديو. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إذا عندكم أي استفسار، طبعا أنا هدول الطلبات كلها إن شاء الله رح أكتب لكم إياها على الفيديو لحتى تستفادوا إن شاء الله يا رب. إذا عندكم أي سؤال بتمنى تسألوني تحت الفيديو على اليوتيوب، ورح أجاوبكم عليه إن شاء الله بأقرب وقت. أخوكم أبو نزار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.